قلنا يتجرى عندهم، هو اللي غيوفر واحد المساحه بين الخطوط بالنسبه للمنتخب الايطالي. المنتخب السويسري كيحقق المفاجاه وكيصرد هذا المنتخب الايطالي خارج البطوله بعد الفوز ديالو عليه بثنائيه 0، وكتأهل الى الدور الموالي اللي غيطيح فيه ضد المنتخب الانجليزي. لهذا الاخر هذا عانى بزاف في البطوله هذه، وشفنا على انه كان قريب يودع من مفاجاه كبيره ضد المنتخب السلوفاكي. لهذا الفيديو غيكون قصير اللي غنتكلموا فيه على افكار اللي غنشوفهم مكملين معنا بالنسبه للمنتخب السويسري حتى في الماتش القادم ضد المنتخب الانجليزي ان شاء الله بركه الله. اول فكره غنتكلموا عليها اللي هو الضغط المضاد اللي كان كيقوم به المنتخب السويسري ضد المنتخب الايطالي، اللي في الاصل هو اللي كيعطيك الهجوم. اذا شحال داك الضغط المضاد، فشفنا بزاف ديال المنتخبات عدوانيه في هذه البطوله هذه، بحال منتخب النمسا اللي مع الاسف بودعوا البطوله ضد المنتخب التركي. كنت كنتمنى النمسا لانها تكمل، لان بصراحه فريق اللي غادي بالتكتيكات ديال المنتخب الالماني، كذلك الماني فريق اللي هو عدواني في البريسين، كذلك المنتخب الاسباني. ولكن هنا شفنا على انه المنتخب السويسري ما كانش عدواني لدرجه اللي هي كبيره، ولكن الفرق بينه وبين دوك المنتخبات الاخرين هو انه كان كيعرف اللحظه بالضبط فين يقدر على انه يطبق الضغط ديالو، ومناطق معينه كذلك اللي يقدر على انه يضغط فيها بضغط اللي هو مضاد. فانا كنلاحظوا في هذا المشهد على ان ايطاليا كانت في مرحله اللي هي انتقاليه، استرجعت الكره مع المنتخب السويسري، والان تنتقل من الحاله الدفاعيه الى الحاله الهجوميه. فالضغط المضاد ديال المنتخب السويسري ما كيعتمدش على لاعب ولا لاعبين، يعني اون فوا كدي عليهم الكره فماشي جوج لاعبين ولا لاعب واحد هما اللي غيقوموا بالضغط من اجل استرجاع الكره في المنطقه اللي ضاعت لهم، ولكن الامر كيعتمد على الفرقه كامله. لاحظوا معايا على انه الفرقه كامله مستعده تقطع اي تمريره ممكنه، كذلك اذا لاحظتوا دوك اللاعبين ديال المنتخب السويسري اللي غيضغطوا الضغط اللي هو كثيف، لاحظوا معايا هنا المنتخب الايطالي اللي قدر يتغلب على داك الضغط ديال دوك اللاعبين اللي كاينين في ديك المنطقه اللي باللون الاسود. فعندنا بزاف ديال اللاعبين اللي في الخارج ديال داك الضغط مستعدين باش انهم يدخلوا في حاله لا ايطاليا تغلبت على داك الضغط، وهذا الشيء اللي كنقلطوا باللي ان المنتخب السويسري ملي كيقوم بواحد الضغط اللي هو مضاد فكينسق مع جميع الوحدات ديال الفرقه ديالو كما كنلاحظوا في هذا المشهد هذا. طبيعه الحال الضغط المضاد اللي كيقوم به المنتخب السويسري فراه كيعطينا الهجوم، واللي كيعطينا الهجوم ضروري نتكلموا على افكار هجوميه عند المنتخب السويسري. لاحظنا على ان التحرك ديال اللاعبين ديالهم بلا كره كان امر مثير للاعجاب ضد المنتخب الايطالي، بحال مثلا اللقطه هذه فين كنشوفوا على ان الكره في الجهه اليسرى. لاحظ معايا التحرك ديال ذاك المهاجم ديالهم كيفاش غادي يجر الملعب الى الجهه اليمنى، كيفاش غادي يتحرك الى الجهه اليمنى، فدل على انه كيبان ما غاديش يعطي الدعم لهذا الحامل الكره. ولكن في الاساس الهدف ديال سويسرا كان واضح، هو انه يوسع النطاق ديال الدفاع ديال المنتخب الايطالي، وهذا الشيء اللي خلق ثغرات في وسط الخط الدفاعي ديال المنتخب الايطالي كما كنلاحظوا هنايا، واللي في الاساس هو اللي باغي يستغلهم المنتخب السويسري. فهاد الحاله هذه لاحظ معايا كيفاش داك اللاعب كيدوب لي على حامل الكره باش كيوفر له وضعيه افضل من اجل تشغيل الكره وديك المساحه اللي غيجي ليها لاعب اخر من الخلف كما كنلاحظوا تما. فهاد الحاله هذه لاحظ معايا كيف قلنا على ان هذاك اللاعب خلاه على انه يلعب الباس بكل اريحيه بحكم انه دوبل عليه، وبالتالي كيجي لاعب اخر كيتحرك بدون كره من ديك المنطقه كيف قلنا، وبالتالي كيجي داك الهدف. فهنا كانوا عندنا بزاف ديال التحركات، كان عندنا التحرك ديال اللاعب اللي دوبل على حامل الكره، كان عندنا التحرك ديال المهاجم اللي مشى لديك الجهه اليمنى باش انه وسع النطاق ديال الدفاع ديال المنتخب الايطالي، وكان عندنا التحرك ديال لاعب اخر اللي قصد ديك المنطقه اللي بقات في وسط الخط الدفاعي ديال المنتخب الايطالي. فالمنتخب السويسري عندهم بزاف ديال اللاعبين اللي كيعرفوا التوقيت والفهم باش انهم يتحركوا تحركات مفيده بالنسبه للفريق، وهاد التحركات الذكيه فراه جزء مهم من اللعبه ديالهم. لاحظ معايا هذا المثال هذا ديال الظهير هذا اللي كان واقف بدون اي رقابه، توحيد ما كان كيراقبه ولكن مع ذلك ما يبقاش واقف مكسوف الايدي، حيث انه غيوفر فرصه افضل وتموضع افضل بالنسبه للفريق السويسري باش انه يكون نافع بالنسبه للفرقه. فهاد الحاله هذا ملي انتقل هذا البوزيسيون هذه فهنا عنده جوج ديال الحلول، يا اما يستقبل الكره ولا يجري في وسط الخط الدفاعي ديال المنتخب الايطالي. فهاد التحركات هادو اللي كيقوموا بها اللاعبين ديال المنتخب السويسري كيف قلنا على انها جزء مهم بزاف بالنسبه للاعب ديالهم، وغتكون حاسمه ضد المنتخب الانجليزي. بنفس هذا المبدا ديال التحركات الذكيه ديال اللاعبين ديال المنتخب السويسري غادي نشوفوه في هذا المشهد اللي كان في الدقيقه 23. فهاد الحاله هادي كنشوفوا على ان المنتخب السويسري في البناء. لاحظنا على ان سويسرا ما كانش هو داك المنتخب المستحوذ على المباراه، ولكن في الفتره اللي كان كيخرج فيها الكره كان عارف مزيان على ان المفتاح ديالو ضد المنتخب الايطالي ولا اي ضد المنتخب متراجع دفاعيا هو الصبر في البناء. اذا لاحظتوا على ان هذا حامل الكره الان اللي هو مستحوذ بالنسبه للمنتخب السويسري فكنلاحظوا على انه كيتعطل من اجل لعب هذه الكره هذه، وهنا الهدف هو انهم يجروا عندهم المنتخب الايطالي ويتم الاستدراج ديالهم الى الاعلى. اللاعبين ديال خط الوسط ديال المنتخب السويسري كما كتلاحظوا في هذا المشهد كيطيحوا، يعني كيهبطوا عند اللاعبين اللي كيخرجوا الكره،
باش اللاعبين ديال خط الوسط كيف قلنا يتجرع عندهم، وهادشي اللي غيوفر واحد المساحه بين الخطوط بالنسبه للمنتخب الايطالي. هنا الخط الخلفي باش انه يسد ديك المساحه اللي كتقام بين الخطوط خصو حتى هو يتحرك ويصعد، ولكن في نفس الوقت يوفر على ان المنتخب الايطالي غيكون عنده البلوك اللي هو طالع، وهنا المنتخب السويسري يقدر انه يلعب خلف الدار ديال المنتخب الايطالي. كملوا المشهد. مازال المنتخب السويسري صابور في البناء كما كنلاحظوا، حتى في الفترات القليله اللي استحوذ فيها كان صابور فيها كيف شرحنا سابقا. لاحظ معي كيفاش تم الاستدراج ديال اللاعبين ديال خط الوسط الى اعلى الملعب كيف شرحنا سابقا. فهاد الحاله هذه الكره غتمشي في العرض عند ذاك اللاعب، وهنا الكره ملي وصلت عند هذا اللاعب هذا لاحظ معي كيفاش على انه ذاك المدافع ولا الظهير الايمن ديال المنتخب الايطالي غادي يمشي يعمر عليه. كذلك هذا اللاعب هذا ديال المنتخب السويسري غادي يطيح ويطيح مع واحد قلب الدفاع، ولكن ملي الكره وصلت عندهم في الاساس غنشوفوا لانه غيلعب الكره مباشره خلف الخط الدفاعي ديال المنتخب الايطالي، كانه كان عارف بالضبط على ان المهاجم ديالهم اللي هو امبولو ما غاديش يتحرك نهائيا وغادي يتلقى التمرير كما كنلاحظوا في هذا المشهد هذا. ولكن في الاساس فراغ كانت الحركه الذكيه ديال هذا اللاعب هذا كانت محوريه في هذه اللقطه هذه فين شفنا محاوله خطيره بالنسبه للمنتخب السويسري. وهذا اللي ذكرنا سابقا على ان التحركات هذه مهمه بزاف في النظام ديال اللاعب ديال المنتخب السويسري. بعيدا عن هدف فهنا كان خطا فادح من الخط الدفاعي ديال المنتخب الايطالي، باش انك تحرك جزء من الخط الدفاعي وجزء لا فكيتسمى هذا غلط فادح في وسط مسابقه اللي هي اوروبيه دوليه ذو قيمه اللي هي عاليه، فكان غلط اللي هو فادح. فالاخوات اللي كان في الفيديو اللي كان خاص على المنتخب السويسري اللي عندهم ماتش قاصح ضد المنتخب الانجليزي غنتسناو المباراه حتى تلعب وغنتكلموا عليها ان شاء الله. في اليوم في الليل غادي نحط تحليل اللي هو خاص ما بين المنتخب الالماني وكذلك المنتخب الاسباني ما قبل المعركه التكتيكيه، غنتكلموا على الجانب الاسباني والجانب الالماني وغنشوفوا بزاف ديال الامور. وغدا ان شاء الله غنديروا حتى على المنتخب الفرنسي والمنتخب البرتغالي. فنتلاقاو في حلقات مقبله، الى اللقاء.